راه هنا يقدم لي تجبر الحيوان يقول له الحيوانات متحجره. لا هو لا حجر ارضيه. الوغ حنا في تقريبا بعيدين واحد 40 كيلومتر على مدينه سمارة، لان السيد بشيخ مولود رئيس جمعيه هديه السماء لقى واحد وراه واحد البدوي وراه واحد النيزك، وكيبان لنا بان غيكون النيزك مهم باش ما نطيحوش في الاخطاء اللي وقعات قبل. بعد النيزك سورتو بلاك بوتي واحد الجمال الاسود تلقى في هذه المنطقه هذه، وتبع على اساس بانه كربوني بمدة سنة هو كيتباع هكاك. من بعد فاش داروا التحاليل المعمقة لقيناه من المريخ ومهم جدا وخرج بزاف من البلاد. إذا باش ما نطيحوش في هذا المشكل هذا حاولنا نديروا واحد السباق، جينا للمنطقة فين لقينا هذا النيزك باش ناخذوا مساحته ديالو، ناخذوا لي كوردوني جي بي اس والمنطقة فين تلقى، ونحاولوا نلقاو شظايا منه باش نديروا تحاليل معمقة معمقة جدا. وإن شاء الله نديكلاريوه ونتمنى من عند الله يكون نيزك نادر. فهذه المنطقة معروفة بنيازك مهمة، منها بلاك بوتي ذاك الجمال الأسود، منها جرين بوتي الجمال الأخضر، واحد ديال القمر اللي دار روكور 11.7 كيلو كاين عند النازا تلقى في هذه الجهة. فهذه الجهة معروفة بحقل النيازك، فاحنا ما ترددناش فاش جاتنا الدعوه من جمعيه هدايا السماء ما ترددناش ولو دقيقه باش نجيو نقلبوا على هاد النيزك اللي لقى بشيخ ونحاولوا نديروا عليه دراسات معمقه. بدينا كنديروا التحاليل هنا في المركز العلمي في كليه العلوم، فغنبداو ليطاب الثانيه هي الدراسات والتحاليل المعمقه مع المختبر في جامعه باري. فتحضر معنا الزميل جورجيو سينسي على هذا الاساس باش ناخذوا عينه من الحقل ونديروا لها جميع التحاليل اللي ممكنه باش نديروا مقالات علميه. وهكا كنعطيو اهميه لانه هو فاش كيتلقى النيزك كيتباع هكا بين الناس البيع والشرايا وبين زانترميديير والسماسره كيدوز ان ابيرسيو. اما اذا درت عليه واحد الدراسه وخرجت عليه واحد ورقه علميه مهمه فكتكون عنده اهميه كبيره للعلوم كوتي سيونتيفيك للوطن اللي زعما البلاصه فين تلقاو داكشي لانه ياخذ الاسم ديال هذه المنطقه. كما يعني عبرنا سابقا نحن سعداء جدا لمثل هذه البعثات العلمية ولهذه اللقاءات اللي كنوثقوا بها العمل الميداني ديال الجمعية واللي مختص بالتحاليل النيزكية. طبعا نحن عندنا شراكة يعني مع المتحف الجامعي للنيازك ويعني مع متاحف أخرى يعني في هذا الخضم هذا من أجل التحاليل المخبرية وتوثيق يعني النيازك. جينا اليوم لهذا المكان هذا لأنه كان تواجد فيه واحد النيزك وهو الآن في قيد التحاليل وكنخدموا عليه مع جورجيو سينيسي، هو رئيس المركز الإيطالي للبحوث والتكنولوجيا باري إيطاليا، مع البروفيسور عبد الرحمن إبهي هو رئيس المتحف الجامعي للنيازك بجامعة بن زهر أكادير. طبعا يعني جينا باش ناخذوا لي كوردوني يعني الاحداثيات يعني الدقيقه للمكان العثور هذا النيزك. ويعني بعد يعني هذه يومين هذا ديال العمل الميداني كان من حسن الحظ على انه جورجيو لقى واحد فراغمو واحد 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 شظيه منه، وهذا يعني كيعزز العمل الميداني يعني على اساس على اننا ان شاء الله هذا النيزك غادي ياخذ الاسم ديال هذا المكان وهو العصلي السمارة. دونك الاهداف الاخرى يعني حنا كنعملوا على جميع النيازك ماشي غير هذا النيزك، جميع النيازك اللي تلقات في المنطقه كنعملوا على توثيقها في الجمعيه واعطائها الاسم الصحيح بعد ما يعني الكثير من النيازك يعني مشات غادرت هذه المناطق باسماء غير معرفه يعني بشمال افريقيا. نيزك شمال افريقيا وهذا يعني شيء يحز بالنفس، وهي نيزك يعني من السمارة ومن العيون ومن طنطان ومن من من من, من المناطق الجنوبيه كتمشي باسماء يعني غير معرفه وكتنطرح يعني كتحط في متاحف عالميه وكتبقى هكاك، لانه حنا هذا كيشكل علينا ضرر لا 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 المدينه ولا الساكنه لانهم ما عارفين القيمه العلميه ديال هذا النيزك. ماشي مشكل نبيع ولكن نعطي المكان الصحيح ديال النيزك اللي عثرت عليه. يعني من هذا المنبر يعني انا كنوجه رساله لصائدو النيزك بصفه عامه اللي انا منهم،
وماشي راه القانون كيسمح باش تبيع النازك، يعني القانون الان واضح وضوح الشمس، بيع نازك ولكن حاولوا ما امكن يعني اي واحد لقى نيزك يوثق المكان ديالو بجي بي اس، ولا راه الجي بي اس راه في البورطابيل ما كان عنده الجي بي اس، المكان اللي عثر فيه على النيزك ويخلي منه واحد الشونتي واحد صغير باش نديروا له التحاليل ونعطوا القيمه العلميه والماليه في نفس الوقت. يعني هذاك النيزك ينجبر في هذيك المنطقه يتعرف هذيك المنطقه ياخذ السميه ديالو، هذيك الساعه بغى يبيعو يبيعو بغى يخدم عليه على الابحاث العلميه، وهذا كيعطي اشعاع حتى للمدن يعني اشعاع سياحي. احنا الان الحمد لله السماره اصبحت قبل السواح وقبل العلماء والباحثين والخبراء في الميدان. بعثات يعني هذه الثلاث سنوات الاخيره يعني راك كتعرفوا على السماره جاتها تقريبا اكثر من خمس بعثات في هذا المجال ديال النيازك، من بعثات امريكيه وفرنسيه والان ايطاليا، وحنا سعداء جدا وحنا ماشيين في هذا النحو هذا الطريق. ومن بين الاهداف اللي سطرناها ايضا في الجمعيه يعني انشاء متحف ان شاء الله يضم العينات النادره والعينات اللي توجدت في المناطق الصحراويه، والان الحمد لله كنطفروا على اكثر من 100 نيزك يعني جلها مصنف، وكنخدموا على تصنيف نيازك اخرى اللي تم العثور عليها في المناطق الصحراويه.